صباح الخير. هنا يا هبطنا نشوف الفطور، ولكن مش حاجة تستاهل الواحد يفيق الصباح بكري صراحة. ماشي بحال الهوتيلات الاخرين اللي كنا نشوفهم، يعني شي حاجة اللي هي عادية، دي فخوي دي كروسون وريكو كورنفليكس. صراحة ماشي بحال الفطور ديال الاوتيلات والدول العربية اللي هو الغردقة وشرم الشيخ والمغرب وداك شنو، ماشي بزاف ودايرين بزاف ديال الماكلة ديالهم هما اللي حنا المسلمين ما ناكلوهمش. ما يعني المهم نبداو بلي فخوي ونشوفو شنو كاين اخر ان شاء الله. المهم بدا اومليت، داكشي ديالهم ديال السوسيس وداكشي حرام ديالهم. هنا الخبز، هنا لي فرماج، هادشي لي نقدرو حنا ناكلو. صافي هادشي لي كاين. وصباح الخير، ذكرتني هادي بحال كونا. صباح المنظر الجميل، صباح البحر، واخا راه صباح شي شويه البرد، ولكن حنا دابا يلاه تسعود هادي الصباح، هذاك الشيء علاش صو شي طبيعي. مازال ما سخنش الحال، مهم جوزين الدراري هبطوا للصباح. المهم هذا هكا القهوة ديالي، ها هي غادي نجلسو هنا نشربو هاد القهوة مسكينة. وجميلة، توحش القهوة معاك. كاسترو ولا اسبريسو؟ نيسبريسو. والله الا لو جيتي هنا غتفوجي بزاف بزاف بزاف. كنتمنى لكم كل واحد يقدر يجي يتفوج هنا، والله حاجه زوينه، روعه بزاف بزاف. المهم هذا هذا البحر هذا هو اللي بريفي ديال الاوتيل، يعني حنا نقدروا نهبطوا له. هذا اللي هنا اللي فيه البواخر، هاد الصغار وهاد الانشاط وداكشي والشرفات، هذا ممنوع الواحد يعوم فيه، كتبين ممنوع العمال لانه خاص هادشي ضد الناس اللي كيديروا هادشي. اما هذا فهو ممكن نعوموا فيه. المهم انا كنعطيكم غير مقتطفات هكذا صغيره. المهم الفطور كان صافا الحمد لله والشكر لله يا رب. الحمد لله الحمد لله. المهم انا بس نمشي بلاصونسور باش نصور لكم القضيه. هادي دايرين هكا. المهم هانتوما لاصونسورات. المهم تما لتحت ديال الفطور، نوريكم الناس اللي كاين. هانتوما لتحت هنايا. المهم هنا سبحان الله، يعني بلا ما ياخد حتى شي واحد شي حاجه يجي غير هنا يرتاح. المهم صراحه روعه. وانا نوريكم علاش كيطل. هانتوما
صبر ما نساش شتي. شوف الجهة الثانية صراحة ما عندي ما نقول بالفعل الفايف ستارز تكون هكا تكون زوي منين. هانتوما نعيشو نعيشكم معايا الحالة هادي عاوتاني هادو صالونات هكذا. المهم كل ايطاج كل ايطاج هكا صراحة الناس تيفطروا تحت ما صورهمش. المهم شي زين زوين زوين المهم ساليدا خروج يعني للطوارئ ولا لا شنجلس ليه انا مفوش حتى في كل طاج من غير البيوت ومن غير داكشي اللي عندهم في هذا كتلقى حاجاكم الحمامات يعني هنا بلانتا التيو بلانتا يعني ايطاج ولكن التيو الله اعلم. هنا حاطين كازينو جولدن وهنا ساليدا خروج. مهم شي اللي كاين انا عجبتني ديك الجليسه بالبيض واه كرسي شي شويه هنا يا رب. يما المهم انا جلست ارتحينا الحمد لله انا حسنا بكري البارح حاجه وحده اللي هي الويفي ماشي قوي في البيت في البيوت لتحت اللي كيهبط لواحد حدا الريسبسيون كاين الانترنت كيف في البارح ما قدرتش نشوف حتى شي حاجه في الانترنت نعسنا خدينا الاخر الحمام سخون صافي كلنا ونعسنا ايوا وفقنا الحمد لله دابا الصباح لانه الفطور كيسالي مع العشرة. وهاد المدينه هادي تعتبر ديال الناس اللي لاباس عليهم بزاف بزاف لدرجه انه حتى لي سوبر مارشي والمراكز التجاريه ما كاينينش الا واحد ريستورون دابا اللي حدا الاوتيل اللي وريت لكم البارح سكيفي. خصنا الا ما فطرناش في الاوتيل خصنا نضربو تماره واحد المنطقه اللي هي المطارو كتبعد على هادي كادلس داستريك. المهم هاد المدينه هادي جاتني غريبه سميتها. المهم قال لينا الا بغيت تمشيو للشوبينغ سنتر وداك التخربيق نمشيو للمطارو. المطارو كتبعد جوج ديال الستاسيون في التران. المهم البارح مشينا في التران فوجنا مشينا شفنا بزاف ديال الحاجات. والمهم ما قدرتش نصور. واليوم ان شاء الله باذن الله قلت ضروري نزلوا لبرشلونة لانه هذه في برشلونة اقليم برشلونة ولكن غير هو بعيد عليها ب 45 دقيقه. هذا شنو سميتها يا ربي كالديليس ديستراك. المهم شي منطقه هكا كنحاول نقلب على شي سميه نلقاها هنا في الاوتيل ما سمعتش ما علينا. فاحنا ان شاء الله باذن الله غادي نمشيو
البرشلون، الدراري بغاو يشوفوا البريمارك وداكشي. و المهم انا توحشت برشلونة صراحة. ان شاء الله باذن الله وغنشوفه. المهم غنشوف تران، وان شاء الله باذن الله غادي نرجعوا في تران. نحاول نصور هذه هكا لانه التليفون هذا مهم. هادشي اللي كاين، نحاول نشوفو. مهم 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 مهم، تنجرب نصور هكا هادشي اللي كاين. المهم صراحة المشكلة اللي علقيتها الوحيدة ولا هي الانترنت ماشي قوية. فالواحد يتفرج في اليوتيوب ولا شي حاجة ولا فيسبوك ولا ياخذ الايميلات ولا هذاك الشيء ما كاينش. يعني سبحان الله الا لتحت في الريسبسيون قوية، اما في البيوت لا. هذا هو الشكوى الوحيدة اللي عندي. غير هكذاك منطقة نقية بزاف بزاف بزاف. يعني صراحة صراحة منين مشينا البارح بدينا كنهبطوا في شي مدن اخرين، عرفنا الفرق بين هادي وبين هادي، حيت حنا ما عمرنا جينا لهادي، حنا كنمشيو دائما لبرشلونه. المهم الناس اللي عايشين في برشلونه راه عارفين فين كاينه البلازا دي كاتالونيا، فين كاينه بلازا دي اسبانيا، فين كاينه ساغرادا فاميليا. المهم فين كاين هاد التخربيق هذا كامل، داكشي ديالهم ديال السنتر. كنا دائما على طول كنكونوا في السنتر. شو اخر؟ الرامبلاس، ومش صحه الرامبلاس وال هذاك السونتر. المهم عندهم بزاف ديال السونترات الصراحه تما، وهذاك الشيء هذاك اللي كنت باغا نمشي له نسيت عليه. في اخر ساحه ديال رومبلاس كاين بورتو اولمبيكو اللي فيه الخيام المغربيه بكل اشكالها وانواعها. تبارك الله ما شاء الله المغاربه تما هم اللي شادين الخيام. حفلات، غناء، اتاي، كل شيء. المهم اللي بغيتوها كاينه، الماكله، الحوت، كل شيء. و هذاك السونتر يا عباد الله يا ربي يا كريم، دابا نصوره ان شاء الله ملي نمشي ليه. كان حماق عليه واحد السونتر زوين في الاخر ديال الرامبلاس، الساحه ديال الرامبلاس. هذا الشيء اللي كاين. المهم واللي زوين هنا صراحه صراحه الواحد عاوتاني ما يحتاجش بحال كوبنهاغن، ما يحتاجش الطوموبيل نهائيا. احنا في جران كاناريا كنا كاريين طوموبيل، كنا محتاجين لها لانه كانت اول مره كنمشي لجران كاناريا اللي هي كانت في اكتوبر، فكرينا الطوموبيل. اما دابا احنا ماشي محتاجين، لانه صراحه تران تيوصلك فين ما بغيتي فين ما بغيتي. يعني في ترام، في المترو، في الطوبيسات، في الوسائل النقل كلها ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله كافيه بالغرض وزياده. فاحنا يا المهم ما بحال اللي قلنا ما بغيناش نحطوا هذا. الحاجه الثانيه اللي اكتشفناها رغم انه منطقه هذه غنيه بزاف، يعني غير الفيلات وغير، انا قلت لكم حتى السوبر ماركت ما كاينش، حتى كيوسك ما كاينش. يعني ما شاء الله الناس بالطوموبيلات الفخمه والفارهه، واللي كيبغيو شي حاجه كيمشي. المهم منطقه سياحيه بامتياز وساحليه بامتياز. وبحال اللي قلت لكم واخا انا ما كنبغيش هاد المناطق الغنيه صراحه، كنبغي داكشي ديال الشعب. وبرشلونه مجموع فيها هادشي كامل. المهم هادشي اللي لاحظت. المهم زوينه بزاف بزاف بزاف. حتى اللي بغيت نقول عليه، اللي بغيت نقول انه رغم انه منطقه غنيه، ورغم انه اوتيل، يعني مش على الاوتيل ما نهدرش على الاوتيل دابا، رغم انه منطقه غنيه بزاف بزاف بزاف، الا ان الماكله كتكون صراحه رخيصه، ماشي ماكله غاليه. دخلنا البارح لواحد المنطقه شنو سميتها، ما نقدرش نعقل عليها، شي حاجه بيسوس، شي حاجه بيسوس. هبطنا ومشاو الدراري خدينا من الكيوسك خمسة يورو، فيها الماء، فيها الانرجي درينك، فيها عصير، فيها. فصراحه رخيص لانه احنا في كوبنهاغن هادشي عندنا غالي. هذا مكان. المهم منطقه زوينه 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 بزاف. غير انا كنبغي كاي وحده
امرأة أو سيدة أو بنت أو فتاة أو أي شنو تسموها. حنا كنبغيو المناطق اللي فيها الشوبينغ، اللي فيها الزحام، اللي فيها الحوانت، اللي فيها لي مارشي، اللي فيها تدخل من هنا تدخل من هنا. ولكن البارح دخلنا لواحد، تقدينا البارح من واحد الشوبينغ سنتر كبير سميتو إل كامبو، الناس ديال اسبانيا غيعرفوه اكيد. إل كامبو في المنطقة اللي قلت لكم عليها، ادريا، ادريا دي بيسوس، المنطقة اللي كنا فيها البارح ادريا دي بيسوس. لان هبطنا تما في الترين على ادريا دي بيسوس الستاسيون. المهم فيها واحدة سميتها إل كامبو، شوبينغ سنتر كبير. فالمهم دخلنا تقدينا داك التخربيق، انا كنجي لهنا ضروري خصني ناخد اللي بريوش البان اليتشي، راه معروف عند سبليون عند المغاربه اللي في اسبانيا، واللي كرواسون صراحه عندهم رخيص بشكل رهيب. في الدنمارك غالي باش تشري البريوش وغالي باش تشري لي كرواسون الصراحه، اللي هو تيكونوا في الكيس، ماشي الكرواسون ديال البولونجري ديال لاباتيسري، نو الكرواسون اللي كيتباعوا في لي سوبر مارشي. المهم شرينا بزاف ديال الحوايج. المهم البنات شراو مايوهات لانه كانوا نسيناهم، انا نسيت بيجاما ما جبتهاش، ولدي نسيت لو دونتيفريس والشيطة السنان شريناها له البارح. ايوا المهم هادشي لانه الصفرة جات على غفلة وشامبو ما جبتش بحال اللي قلت لكم البارح، فقلت حتى الغدا الصباح قبل ما نمشيو للمطار ونحط هذاك الشيء. ساعة نسيت، انتم عارفين الزهايمر دوتكم شنو كيدير، هادشي اللي كاين. فالمهم قلت نصبح عليكم ان شاء الله ونقول لكم، نقول لكم صباحكم مبروك. وحنايا ان شاء الله غادي نمشي لبرشلونه، كنت باغي غير نقول لكم هذا الميساج بانه صراحه انا اسبانيا كنموت عليها وشهادتي مجروحه فيها بزاف بزاف بزاف، لانه بحال اللي قلت لكم كنتمنى نسكن فيها كاع زعما بخطره. وان شاء الله يا ربي يا ربي يحقق هاد الامنيه هذه وهذا الحلم هذا، يا ربي ويا ربي تحقق لكم كل الامنيات ديالكم. المهم اسبانيا زوينه زوينه زوينه، فيها الحياه صراحه، فيها لافي. الدنمارك فيها شي حوايج اخرين ولكن ما فيهاش الحياه، هنا اختلاف، هنا كاين الحياه. ونقول لكم مع هذا الصباح هذا صباحكم مبروك. انا باقي الله عيني بقى عيانين يعني بقى بغى نعس. المهم ماشي مشكل، نقول لكم صباحكم مبروك وان شاء الله الى الملتقى. وإلا مشيت لبرشلونة أكيد غادي هذاك والله العظيم هذاك السنتر اللي كنموت عليه، لا حول ولا قوة إلا بالله، جاني الدابة في طرف لساني وهرب، لا حول ولا قوة إلا بالله. والله والله حتى نجيب الاسم شنو سميتو، يا ويلي فين من هبط لبرشلونة، لازم نمشيلو لازم نمشيلو، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولازم نزور ميركادونا صراحة، أنا هابطة لتما البرشلونة باش نشوف الميركادونا، تما كنشري داكشي اللي كنبغي ديالي، داكشي اللي كخام دالوجه وداك التخربيق. صراحة صراحة روعة روعة، ورخيص وماركات ورخيصة في الدنمارك ما تحلموش يعني. فانا والله انا مركادونا توحشتها توحشتها بزاف بطريقه لا توصف. كيتسنى عليا وقتاش الدراري يساليو السبا ديالهم باش ن... باش ن... باش ن... الاخر باش نمشيو ليها، باش نمشيو لبرشلونه، كنقول اسبانيا بحال دابا رانا زعما في غران كاناري. المهم ما علينا، ما شنو سميتو، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويلي غي دابا مشى عليا، غي دابا كان عندي في لساني طرف لساني. ماكنوم، ويلي ماكنوم ماكنوم ماكنوم، ماري ماكنوم ماري ماكنوم، ماري ماكنوم أكبر شوبينغ سنتر في، ماشي أكبر ولكن نقول اللي حمقني واللي عجبني بزاف 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 هو هو الشوبينغ سنتر هذا اللي سميتو ماري ماغنوم، ماري ماغنوم، يا ماري ماغنوم في بحال اللي قلت لكم في الهادي في رامبلاس، ساحة رامبلاس جاي علمة. دابا نصور لكم، دابا نصور لكم ان شاء الله باذن الله.
المهم نقول لكم إلى الملتقى، نقول لكم في أمان الله وحفظه، مع السلامة، بوسة كبيرة، باي باي.